السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيك يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاية لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة زي العادة سهلة وبسيطة، وهتكون من قلب بيتنا. يعني مش هنجيب حاجة من بره، ولا هنجيب حاجة من عند العطار، ولا هنقول هنجيب كذا على كذا، والحاجات اللي احنا ايه يعني بنبقى نستصعبها شوية دي. لا، وصفتنا هتبقى من قلب مطبخنا، يعني حاجات كلها سهلة لو عرفناها ان شاء الله هنقوم نعملها دلوقتي حالا. طيب بتعمل ايه الوصفه دي؟ ده بتحسسنا بالشبع، بتخلي معدتنا دايما منكمشه، ما بتحسسناش بقى ان احنا عايزين ناكل كتير والشهيه مفتوحه، الحاجات دي كلها لا. ده يا جماعه ده كمان بتعلي الحرق معاكي، هتنزل معاكي دهون كتير، هتنزل معاكي وزن في اقل وقت، يعني ان شاء الله هتخلي الجسم باذن الله جسم مثالي في اقل وقت. يعني اقدر اقول لك كده خلال ايام بسيطه خالص ممكن تنزل وزن 15 كيلو، وده يعتبر وزن كويس جدا لو اتبعت معايا الخطوات مظبوطه واتبعت معايا الوصفه مظبوطه. ده ان شاء الله هتنزل معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا. يعني انت لو انت عندك مثلا معدل حرق ضعيف، جسمك ما بيحرقش، ده ان شاء الله الوصفه اللي احنا هنعملها ديت ده هتعلي عندك معدل الحرق، يعني هتخلي جسمك بيحرق على طول. تمام، هقول لكم برده في قلب الفيديو مين اللي ياخدها ومين اللي ما ياخدهاش. كمان الميزه الحلوه اللي في قلب الوصفه بتاعتنا النهارده ديت ان هي بتفتت الدهون الصعبه. يعني انت لو انت وزنك مثلا فوق ال 100 كيلو ولا حاجه، ده سهل جدا ان هي تفتت معاك دهون البطن، الارداف، ايه الكلام ده كلاته. وان شاء الله برده يا جماعه هنعمل لكم وصفه كويسه، يعني ان شاء الله الفيديو الجاي هنبقى نعمل برده وصفه كويسه جدا خاصه بالدرعين، علشان الناس اللي بتقول ترهلات الذراعين والكلام ده كلاته. ده ان شاء الله هقول لكم برده على وصفه كويسه هتنزل كل المشاكل ديت. بس مبدئيا كده ان انا اقول لكم اهم حاجه تبعدوا عن النشويات والكربوهيدرات، تمام، علشان دولت اكتر حاجه ان هما بيزودوا معاك الوزن. واهم حاجه ان احنا نكتر في البروتين شويه، لان البروتين دوت هو اللي بيعلي الحرق معانا، يعني بيخليكي تحرقي كتير، لان في اجسام دايما الحرق بتاعها بيبقى ضعيف، ما بتحرقش كويس. ليه؟ لان بيبقى معظم اكلهم بيبقى نشويات وكربوهيدرات. احنا يا جماعه عايزين نخفف من الكلام ده خالص. انا ما بقولكوش الغوا الكلام ده، لا، كل حاجه بس بكميات قليله، ما تخليش جسمك دايما متعود على الكلام دوت، لا، كلي بروتينات كتير، لان البروتينات كويسه بتعلي الحرق. الخضروات الورقيه ده كويسه جدا جدا، يا ريت كلتنا على طول باستمرار ان احنا نتناولها. ليه؟ لان دي بتعلي الحرق معانا برده، وفيها الياف كتير، ده بتنزل الدهون وبتنزل كل الكلام دوت. يا ريت تبعدوا عن الزيوت، الدهون، وكمان المشروبات الغازيه، لان كل الحاجات ديت ده بتنزل الحرق بتاعك لزيرو، يعني ما بتحرقش خالص، او يعني بتخلي في صعوبه في الحرق. تمام، تعالوا بقى كده يا جماعه نشوف الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. الناس الحوامل يا جماعه اللي هي هتبعت تقول لي ينفع ناخد الوصفه دي، هقول لها لا، ابعد عن الوصفه دي خالص، بلاش تاخديها. ليه؟ علشان الانيميا، وما نخشش في مشاكل احنا في غنى عنها. اما المرضعات ممكن ان هي تاخدها بس مره واحده في اليوم. تمام، الاطفال بلاش ياخدوها علشان برضو الانيميا، بلاش ناخد الوصفه ديت، ابعدوا عنها خالص. طيب الوصفه دي تنفع لمين؟ تنفع لاي حد عادي ما عدا الناس اللي هي بتعاني من الانيميا والحاجات دي كلها، علشان الشاي مش مستحب للانيميا والحاجات ديت. طيب تعالوا بقى نشوف تعالوا نشوف الوصفه بتاعتي النهارده متكونه من ايه. بس يا ريت قبل ما نشوف الوصفه نحط كلتنا لايك للفيديو، شيروه علشان بنات كتير تستفاد من الوصفه بتاعتنا النهارده. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. اول حاجه في الوصفه بتاعت النهارده هستعمل فيها الشاي الاسمر اللي هو العادي المتوفر في كل بيت. تمام، بس هي ريت تكون كوبايه تقيله شويه، انا هحط معلقه ونص على اساس تكون الكوبايه بتاعتي تقيله شويه. تمام، بالشكل ده كده. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ لو انت ما بتحبش الشاي الاسمر ممكن تستبدليه بشاي اخضر. ما عندكيش شاي اخضر ومش حباه بالشاي خالص، ممكن ان انت تستبدليه بالقهوه بتاعتنا العاديه. تمام، تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنجيب الميه بتاعت المغليه، وبنقلب كويس بالشكل ده كده. طبعا مفيش سكر، مفيش اي حاجه. لو انت مش هتحب الطعم وهتحب مثلا تقول لا ده انا ما بحبوش الا سكر ولا بتاع، ممكن تستعملي سكر دايت، ده برضو كويس، انما السكر العادي بلاش منه خالص يا جماعه. تمام، ده كده دلوقتي كوبايه الشاي بتاعتي جاهزه اهيت زي ما انتم شايفين كده.
ده بقى كده يا جماعه معايا المكون ده، يعتبر مكون سحري، انا بسميه المكون السحري، لان ده 4 حبايات اللي انا بقول عليهم يا جماعه، دول ال4 حبايات اللي انا هستخدمهم في الوصفه بتاعتي. هنستخدمهم ازاي؟ هقول لكم على الطريقه. ده يا جماعه ده بيعلي معدل الحرق بطريقه كويسه جدا جدا. اكتر حاجه هتعلي معاك معدل الحرق هو الحبهان، زي ما انتم شايفين كده، او زي ما بتقولوا حبوب الهيل، تمام؟ علشان الناس اللي هي بره مصر ولا حاجه بتبقى عارفه الاسم بتاعه. طيب انا هستخدمه ازاي؟ هقول لكم هنستخدمه ازاي. بحط ال4 حبايات زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده اهو، او بفتحها، هنفتحها كده قدامكم اهي زي ما انتم شايفين، لان بيبقى كلتها بذور، وبقوم حاطه انتوا براحتك اهي. ده انا فتحتها اهي، لان طبعا احسن حاجه ان انت تفتحيها علشان استفيد من الوصفه بتاعتي. بعد كده بغطي كوبايه الشاي بتاعتي بالطريقه اللي انتم شايفينها دي كده. ده كده انا هسيب الوصفه بتاعتي متغطيه بالغطا دوز، يعني انا مش عايزه حد يا جماعه يعمل الوصفه ويسيبها مكشوفه، لان اي عشبه احنا بنعملها في قلب وصفه ده بتبقى فيها زيوت طياره، فاحنا مش عايزين البخار بتاعنا يتبخر، عايزه دايما اكون محتفظه بالبخار بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. هسيبها قد ايه؟ هسيبها حوالي نص ساعه على الاقل، لغايه ما احس ان هي بردت معايا. بعد كده لو انت جيتي تشربي الكوبايه وحسيت ان الكوبايه بارده، حاولي ان انت تدفيها تاني، وبعد كده هنصفيها علشان الحبوب والحاجات ديت ما تضايقناش واحنا بنشرب. طيب ده هتتاخد امتى؟ ده هتتاخد مرتين اتنين في اليوم. طيب هتتاخد امتى الكوبايه ديت؟ ده هتتاخد يا جماعه على الريق، يعني قبل الفطار بنص ساعه، تمام؟ على اساس ان هي تسد معايا الشهيه وتعلي معايا معدل الحرق. هتحسسنا بالشبع، يعني ديت على طول يعني ساعه ما بتشربيها او لما بتيجي تشربيها ده على طول بتحسك بالشبع، ما بتخليكيش ان انت هتاكلي كميات كبيره، وفي نفس الوقت بتعلي معدل الحرق معاكي، تمام؟ طيب المره الثانيه امتى؟ قبل الغدا برده يا جماعه بنص ساعه بنكون شاربين كوبايه زي دي. اما الناس اللي هي بتتحسس او عندها قرح في المعده ولا حاجه، ممكن هي تشربها بعد الفطار عادي، ما فيش اي مشكله خالص. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو خالص، بلاش الاطفال ياخدوها علشان الانيميا وكل المشاكل ديت احنا في غنى عنها، تمام كده؟ برضو لو في ناس كبار في السن ولا حاجه بلاش يشربوا الكوبايه ديت، لان الكوبايه ديت هتقلل نسبه الهيموجلوبين في الدم، عشان الناس اللي عندهم انيميا ما يزيدش عليهم ويدخلوا في مخاطر احنا في غنى عنها. اما الناس العاديه ممكن تشرب الكوبايه ديت مش هتاثر معاهم. لو انت حابه تاخدها بسكر زي ما قلت لك سكر دايت هيكون كويس جدا، اكتر من كده يا جماعه سكر عادي بلاش، علشان طبعا زي ما قلت لكم احنا بنعمل حاجه يعني علشان تحرق الوزن معانا، تحرق الدهون، الكلام ده كله، تمام؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.